تمكن مجموعة من الغواصين جنوب البحر الأحمر من رصد مجموعة من الحيتان الكاذبة جنوب مدينة الغردقة. وكان الغواصون في رحلة على متن أحد المراكب السياحية، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية لهذا الحدث الفريد من نوعه. وقال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر تامر كمال إن ظهور هذه النوعية من الدلافين والمعروفة باسم الحيتان الكاذبة يدل على تعافي الحياة البحرية بالغردقة، خاصة أنها نادرة الظهور سنوياً.